السلام عليكم، مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه التغطية الخاصة. لأكثر من خمسة أشهر يراوح مجرم الحرب حفتر فيها على أبواب طرابلس دون أي تقدم يذكر. في المقابل تتلقى ميليشياته الضربات الموجعة وتخسر المواقع والقيادات. فما هو التوصيف للحالة التي تمر بها ميليشيات الكرامة اليوم في ظل الفوضى العسكرية التي تعيشها وتوتر الأوضاع الأمنية في الدول الداعمة لها؟ وكيف ستتعامل حكومة الوفاق وباقي الأجسام السياسية مع هذه الظروف وتترجمها لصالحها ما تحرزه قوات بركان الغضب من تقدمات عسكرية على الأرض؟ هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عنها صحبة ضيوفنا الكرام، تابعونا بعد هذا التقرير. تستمر محاولات ميليشيات مجرم الحرب حفتر على أسوار العاصمة دون أي تقدم يذكر. فعلى مدى أكثر من خمسة أشهر ظهر فيها عجز مشروع الكرامة عن دخول طرابلس، يتزامن ذلك مع انسلاخه من أي التزام بقوانين الحرب وانكشاف زيف ادعاء المشروع بوجود مؤسسة عسكرية، بل تتناقض أفعاله مع أفعال الجيش النظامي بقصف المناطق الآهلة بالسكان والمطارات المدنية، وليثبت تواطؤه مع تنظيم الدولة باستهداف القوات التي ترابط بالمناطق التي ينشط في حدودها التنظيم، بل يورط أتباعه في جرائم أقل تداعياتها تمزيق النسيج الاجتماعي. جرائم عدة يتورط فيها القائمون على هذا المشروع، تتضح فيها بشاعته وجرأته في استعماله أي شيء في سبيل الوصول للسلطة، حتى القبائل التي يرى مراقبون أنها لا تتعظ بمن سبقها في التحالف مع مجرم الحرب الذي استغنى عنها وتركها تعاني تبعات هذا التحالف وحدها، كما هو الحال في الجنوب. ومع مرور الوقت يزداد الضغط على عرابي الانقلابات في المنطقة في ظل بوادر ثورة جديدة في مصر واستمرار ثورتي الجزائر والسودان واقتراب تونس شيئا فشيئا من مرافئ الدولة المدنية. كلها عوامل لا تخدم من يعكف على التدخل لفرض نظام الحكم بالقطر العربي في الشمال الإفريقي، بل تعاني الدول الداعمة لمشاريع الاستبداد في المنطقة من أزمات جعلتها تتخبط سياسيا وتحرجها عسكريا. على الجهة الأخرى تتجه الأنظار إلى الأطراف التي تدعي رفضها ومقاومتها لمشاريع الاستبداد. هل تبدو جاهزة للمرحلة القادمة؟ ويمكنها الاستفادة من الأحداث الأخيرة وتوظيفها لصالحها وتقديم نفسها للمجتمع الدولي، أم ستستمر في المراوحة بين العجز والتنظير؟ مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون، معي في هذه التغطية الخاصة ضيوفي الكرام دكتور محمد إسماعيل الباحث والأستاذ الأكاديمي من مصراتة، والسيد علي اللافي الصحفي التونسي المهتم بالشأن الليبي عبر الهاتف، وسيلحق بنا العقيد عادل عبد الكافي الخبير العسكري والاستراتيجي. فباسمكم جميعا نرحب بضيوفي الكرام، وأبدأ بك دكتور محمد إسماعيل. دكتور محمد إسماعيل، بداية، ما هي قراءتك للمشهد العسكري والسياسي اليوم؟ كيف هي وضع عملية بركان الغضب وما يرافقها من تحركات سياسية؟ تحية طيبة للجميع. طبعا هذه الحرب والعدوان العاصمة لو جئناها بالتاريخ الآن حيدخل على الشهر السابع، يعني ما هي إلا أيام، يعني مطلع الشهر القادم يكمل ستة أشهر ويدخل في الشهر السابع. واضح اللي هو فشل عملية الاستيلاء على العاصمة والانقلاب اللي هو على السلطة المعترف به، والانقلاب كذلك على الدولة المدنية. الحدث هذه الأيام واللي لعله يشكل بادرة سياسية اللي هو اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة واللي حيكون بعد غد الثلاث في نيويورك. واضح أن الهجوم اللي تم أمس واللي تم اليوم كان بتحشيد قوات كبيرة لتقوية الموقع التفاوضي. وطبعا كيف ما شاهدنا أمس وكيف ما تابعنا أمس، واللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل
من ارتقوا يعني في مصاف الشهداء يعني من القوات اللي دافعوا عن العاصمة، أحبطوا هجوم كبير كان بالأمس واستطاعوا أن يتصدوا لهذا الغازي المعتدي وما جيشه من جيوش ومن مرتزقة من خارج البلاد. فهزيمته بالأمس حقيقة وهزيمته اليوم ستضعف ما كان يأمل به يعني أن يفاوض على الطاولة أو يتحاور في الأمم المتحدة أو أن يقول أنا لا زلت موجود في طرابلس وأنا قاب قوسين أو أدنى من أن أستولي على الحكم وأوفر الحياة والاستقرار إلى ليبيا. فهذه كلها فشل فيها بهجومي الأمس. طبعا الآن تنقلب المعادلة، هذه ستكون رسالة للدول الداعمة ليه أو الدول التي يرجو أن تدعمها في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن، ولعلهم ربما هنا أقول سيبحثون عن حل آخر أو بديل آخر أو حيلة أخرى لتمكين هذا المجرم من عدوانه. خلاصة القول وعلى كل الأحوال أنه فشل إلى هذه اللحظة في اقتحام العاصمة. طيب وهو يفشل. طيب دكتور محمد إسماعيل، دكتور محمد، ربما الآن صدر بيان من مجلس الأعلى للدولة استثمارا لهذه الانتصارات التي حققها الجيش الليبي في صد هذا العدوان، يريد أو يحث فيها المجلس الرئاسي بأن يستغل خطابه في الجمعية العامة بأن ينكر ويدين الدول الداعمة التي تدعم مجرم الحرب حفتر في عدوانها العاصمة. نعم، مجلس الدولة اللي هو باعتباره وليد الاتفاق السياسي وهو جسم استشاري الآن يطلب من السلطة التنفيذية المعترف بها العالم أن يقوي هذه اللهجة ويطلب منهم أن يدينوا. السؤال هنا هل يستجيب الرئاسي لهذه المطالب من هذا الجسم اللي هو أحد ثلاثي الاتفاق السياسي أم له رأي آخر؟ أظن أن وجهة نظر مجلس الدولة معتبرة جدا، وخصوصا ونحن في حالة حرب مفروض أن يطالب بإدانة هذا العدوان، أن يطالب كذلك بولهجة واضحة باعتبار خليفة حفتر مجرم حرب. هذه كلها لازم يكون فيها المطالبة واضحة. التراخي هنا أو التذبذب ربما يعطي رسائل ضعف للآخر، لابد أن تكون رسائل الرئاسي قوية وواضحة، وهذا الذي هو ربما عبر عنه مجلس الدولة في بيان الذي ذكرته أخي الكريم. نعم نعم، إذن أنتقل إلى السيد علي اللافي. سيد علي، بداية نرحب بك، ولو تعلق على هذا في ظل استمرار فشل حفتر في الحسم العسكري ورغم الحشود التي يحشدها لتحقيق بعض الانتصارات واستعانته بمرتزقة من الروس ومن الأفارقة، ولا زال يلقى الهزائم تلو الهزائم حول طرابلس، يعني في رأيك هل تقترب الأزمة الليبية من مرحلة تجاوز مشروع العسكرة بقيادة مجرم الحرب حفتر؟ طبعا هو ما يحدث الآن في ليبيا في الحقيقة منذ أكثر من 5 أشهر، يوم 4 أكتوبر القادم ستكون نصل إلى نصف السنة من بداية هذا العدوان على العاصمة الليبية طرابلس، والذي في الحقيقة عبر عن نقل الصراع الخليجي أو الصراع الإقليمي ما على الساحل الليبية، باعتبار أن ما يجري في ليبيا هو حرب بالوكالة بين وكلاء محليين، لكن ما هؤلاء الوكلاء المحليين في الحقيقة ما هم إلا تمثل ميداني ومتمثل داخلي لأذرع إقليمية تتصارع في صراع محاور إقليمية خادمة لقوى دولية. والهجوم أمس مثلا يدل على أنه حفتر رجع من أبو ظبي إثر لقاء خاطف مع السفير الأمريكي في ليبيا المقيم في تونس، والذي انتقل إلى أبو ظبي للقاء معناها لالتقاء حفتر أو بعض المسؤولين الإماراتيين باعتبار انشغال مصر بوضعها الداخلي، وأيضا باعتبار أنه أن حلفاء حفتر الإقليميين والدوليين قد بدأوا يقتنعون وأن حفتر لن يحقق لهم ميدانيا ما يربون إليه، وبالتالي هم يسعون الآن إلى نصحه بأن يقوم ببعض الهجومات المتقطعة أو بعض من
سياسات حرب الدرون، وهي في الحقيقة كما سميتها في مقال أخير كتبته في أسبوعية الرأي العام التونسية تكتيكات حرب الدرون، لأنه هذه التكتيكات هي في الحقيقة اللي في الوقت، باعتبار أن هناك لقاء في روما عقد يوم 13 و14 و15 سبتمبر أيلول الحالي، والذي اختتم بزيارة المستر راجل العاصمة روما، وهناك لقاءات يوم 26 و27 في ألمانيا باعتبار انتقال الملف إليها. وبالتالي فعمليا الصراع الإيطالي الفرنسي حول ليبيا نقل الملف عمليا إلى الألمان، ومن ثم ربما ينتقل إلى الإنجليز. نعم. في نفس الوقت الذي يبدو فيه سيد علي اللافي الآن. نعم. تقول بأن الملف انتقل إلى ألمانيا، هل بمجرد دعوتها لمؤتمر دولي يعتبر أنها لها الضوء الأخضر في الإشراف على الملف الليبي؟ هناك مغالطات في قراءة تعامل المجتمع الدولي مع الملف الليبي. هناك من يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية غير معنية بالملف الليبي، هذه في الحقيقة كذبة إعلامية وترويج إعلامي. الولايات المتحدة لم تبتعد عن الملف الليبي يوما، قد تكون أخذت مسافة وخاصة بعد مقتل السفير في 2012، ولكن الأمريكيين كانوا وراء الإيطاليين في إدارة الملف منذ مؤتمر باليرمو، وأيضا من إدارة أوباما وإدارة ترامب لم تتخلي عن الملف الليبي، ولكنها في بعض الأحيان تركت الملف. لعل الرسالة التي عاد بها حفتر من أبو ظبي ثلاثة يعني منذ يومين، هو أن من يستطيع أن يحسم ميدانيا هو الذي يكون قويا في المفاوضات، وبالتالي فهذا القصف لمطالم عتيقة وبعض المواقع وحرب الدرونز وبعض الهجومات المتكررة في محاور جنوب العاصمة طرابلس أو حتى في طرهونة في الحقيقة هو تعبير عن الضغط على أزمة حفتر في المنطقة الشرقية بعد اختطاف النائبة وبعد تكوين الهيئة البرقوية وبين رفض عائلة القذافي الانضمام تحت حفتر وعديد الإشكالات الموجودة في الشرق. وبالتالي فحفتر الآن يتخبط لأن وضعه الصحي لا يسمح له بعدد من المناورات، إضافة إلى أن وضع العسكري ووضعه في الشرق الليبي قد أدخله في أزمة، وأيضا بالتالي فخلفاء الإقليميين يعني المصريين الآن المشغولين بأوضاعهم ترتبات الوضع في مصر ستكون خطيرة على حفتر. نعم. أيضا هناك خلاف سعودي إماراتي في اليمن هو انعكاساته على التعامل مع حفتر، لم يبق لحفتر من داعم سوى بعض الأطراف في الجهة الغربية من ليبيا وأيضا الإماراتيين. والإماراتيين سيبحث. نعم سيد علي، إذا أنت الآن ذكرت ما يحدث في مصر ربما أنه أيضا يسبب إشكالية لحفتر، هل ترى بأن هذه المظاهرات بالفعل تسبب ربما عبء إضافي لمشروع حفتر وعرقلة له؟ طبعا مهما كانت الأوضاع في مصر، طبعا مصر لن تتخلى عن مصالحها، ومصر ستبقى دائما طرفا في الموضوع الليبي، ولكن الدعم العسكري المباشر حفتر طبعا يستعمل طائرات المصرية طائرات الرافال التي سلمتها فرنسا إلى مصر سنة 2014، وحفتر يستعمل السند العسكري واللوجستي وقوى المعارضة لمن أنصار القذافي وأعضاده الذين هربوا إلى مصر من هناك. وبالتالي الآن الوضع في مصر تنبأ بأن السيسي انتهى وأن الجيش المصري سيستعمل الشارع للحد من ضغط المجتمع الدولي في عزل السيسي، وبالتالي التطور الأوضاع لن تكون في صالح حفتر. وبالتالي فحفتر الآن محاصر من جهات عدة عسكريا وسياسيا وإقليميا ودوليا ومحليا، حتى في الشرق الليبي أوضاع جد متعبة. وبالتالي لم يعد الرجل القوي. طيب ربما دعني أعود إلى الدكتور محمد إسماعيل. دكتور محمد، هل توافق على هذا الطرح بأن ما يجري في مصر الآن مظاهرات لمدة يومين ربما في مصر، هل هي بالفعل ربما تشكل عبء إضافي على مشروع الكرامة الذي ربما هو يتعرقل في عدة مجالات؟
طبعا في حال حدوث تغيير يعني حقيقة في بصر فلا شك يعني سيتأثر خليفة حفتر، لأن الدعم الرئيسي له اللي هو نظام عبد الفتاح السيسي. ففي لقاء سابق سمعناه لي من خليفة حفتر أنا مع مصلحة مصر ولو كانت ضد ليبيا، ونشوفه طبعا في الدعم اللامحدود المصري بكافة الأشكال. هذا في حالة طبعا نجح التغيير، ونحن شاهدنا اليوم الأحد من يوم الجمعة الآن الفترة راكدة، ويبقى الأمر للتخمينات، هل فعلا يفعلها الجيش المصري وكبار الجنرالات أم تكون لقطة عابرة يعني هكذا، لأن الكثير يؤيد اللي هو العسكر في مصر ويخشى عواقب الأمور. يعني هم نظروا للتغيير اللي حدث في 2011 ولاحظوا الانفلات الأمني الذي حدث من بعده، الكثير حقيقة من الناس مترددين. إن نجح هذا التغيير أقول هنا بكل موضوعية بالتأكيد خليفة حفتر سيضعف كثيرا، ستضعف الإمارات وهي صاحبة المشروع، ولا نعلم من الذي أعطى الأمر للإمارات وبقية محور الشر بدعم هذا المشروع في ليبيا. بالتأكيد أظنهم سيبحثون عن حلول أخرى غير الخيار العسكري، لكن في المحصلة الآن الرجل أعطي 6 أشهر وفشل ذريع، وبكل المعطيات يعني الواضحة حاليا أنه لن يستطيع اللي هو السيطرة على العاصمة. فشلت كل محاولاتها اللي روج لها حتى من اقتحامها من داخل العاصمة، أو وجود أنصار ليه يؤمنون بما يقول أن مؤسسة جيش وشرطة وما إلى ذلك. الكثير من الناس تفطن لهذه الأمور، وتفطن لحجم الدمار والخراب اللي أحدثه خليفة حفتر وحجم النازحين، وأن لا يمكن لهذا الرجل أن يبني مؤسسة قوية، وأن الواضح لكثير من الناس الآن وخصوصا في العاصمة أنه ترسيخ لحكم الفرد والعائلة والقبيلة، وأنه عودة للمشروع الاستبدادي بامتياز. فكل مشروع فاشل، نحن نتمنى حقيقة أن تخدمنا الظروف المحيطة بنا وأن يخفف شر هذه الدول عن بلادنا، ولكن ولله الحمد إلى هذه اللحظة نجح الأبطال يعني في طرابلس في صد هذا العدوان بعد أن تخلى عنهم العالم، والعالم للأسف هو من أعطى الفرصة لخليفة حفتر لاقتحام العاصمة. لو جردنا كل البيانات التي خرجت من المنظمة الأممية أو مبعوثها أو مجلس الأمن لا توجد أي إدانة إلى خليفة حفتر إلى هذه اللحظة، لا زالوا يعطونه النفس تلو النفس، ولكن إن خسر مشروعه فهو بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل الأبطال الذين يدافعون عن العاصمة الآن. نعم لا شك أن صمود أبطال الجيش الليبي حول العاصمة هو يشكل الحصن الحصين بعد الله لهذه للعاصمة الليبية. الآن انضم إلينا الدكتور العقيد عادل عبد الكافي الخبير العسكري والاستراتيجي، وربما نستطلع معك بعد الترحيب بك عقيد عادل تقييمك لسير العمليات العسكرية لقوات عملية بركان الغضب، وخصوصا هذين اليومين في صدهم لهجوم عصابات حفتر. تحية طيبة لك دكتور وكذلك لضيوفك الكرام ومشاهدين قناتكم الكريمة. تقييمنا طبعا للعمليات العسكرية حقيقة يعني تحاول أو تمارس ميليشيات الكرامة في محاولات مستميتة لاقتحام محور من محاور، ورأينا كيف قامت بالهجوم على محور صلاح الدين بعد وصول تعزيزات وتنظيم صفوفها. هي تسعى حقيقة إلى استمرار وإطالة أمد المعركة، كذلك من الأهداف والأبعاد التي يعمل عليها خليفة حفتر هي إطالة أمد المعركة، كما حدث في بنغازي عندما استمرت المعركة ما يقارب عن 4 سنوات وحدثت حالة استنزاف كبيرة جدا لأبناء مدينة بنغازي، كذلك حصارهم. فهو يسعى إلى تحقيق هذه الاستراتيجية أيضا في المنطقة الغربية ويمارسها حقيقة حتى من خلال الطائرات التي أرسلها سواء كانت درون أو الطائرات المقاتلة باستهداف بعض المواقع، كذلك ممارسة عزل المنطقة الغربية عن محيطها من خلال شل حركة الملاحة الجوية. هذه الاستراتيجية التي يعمل عليها خليفة حفتر من ضمن العوامل التي يراهن عليها، كذلك الدول الداعمة له تبذل جميع الإمكانيات وتفخر جميع الإمكانيات
لخليفة حفتر لاستمرار أن يحقق هذه الاستراتيجية. ولكن من الناحية العسكرية بالنسبة لقوات الجيش والقوة المساندة استطاعت إفشال هذه الاستراتيجية بنسبة كبيرة جدا بعد أن دحرت هذه الميليشيات وكبدتها خسائر على صعيد الأسلحة وأيضا الأفراد، وكذلك السيطرة على مواقع أو ثبات كانت تسيطر عليها ميليشيات الكرامة، فلم تعد ميليشيات الكرامة قوة ضاربة كما كانت في بداية الأشهر الأولى أو الفترة الأولى التي هاجمت فيها على العاصمة طرابلس في محاولة مستميتة لاقتحام العاصمة. فحقيقة ضربات قوات الجيش سواء كانت القوات البرية أو والقوة المساندة كذلك السلاح الجوي الليبي أحدث فارق في أرض المعركة، كبد هذه الميليشيات خسائر كبيرة، قطع خطوط الإمداد أيضا كانت من العوامل الهامة حقيقة التي ساهمت في إفشال هذا الهجوم وإضعاف هذه الميليشيات وقوتها سواء كان القوة النيرانية التي استخدمها. حقيقة نقول خليفة حفتر هو فقد أو يعني فقد عنصر مباغتة، كذلك فقد قدرات عسكرية كبيرة جدا وإمكانيات عسكرية كبيرة جدا، ولكن إطالة أمد المعركة أقول هي من ضمن الرهانات التي لا زال خليفة حفتر يراهن عليها. نعم. الآن يحاول أن يغطي عن فشل وعجز ميليشياته في التقدم وإحداث سيطرة على مواقع متقدمة من خلال الطائرات الدرون أو الطائرات القتالية، فلا بد أن يكون هنالك إحداث يعني طفرة في العمليات العسكرية لدي نقطة نشطة الهام ترهونة، وهذه حقيقة لابد من اقتحام هذه النقطة النشطة. كذلك عندي لابد من العمل على تحييد مطار أو مهبط الوطية تزامنا مع تحييد أيضا قاعدة الجفرة، لأن هذه المواقع تشكل خطورة حقيقة على سير العمليات العسكرية. لكن يا دكتور عادل، يبدو أيضا أن لا زال الطيران الأجنبي يشكل عائق لتحييد مثل هذه القواعد أو حتى مثل مدينة ترهونة. بالتأكيد يا دكتور، فعلا لا أختلف معك كثيرا أن الطيران الأجنبي هو داعم لخليفة حفتر، لذلك أنا قلت في بداية حديثي أن خليفة حفتر يراهن على إطالة أمد المعركة. هذه الاستراتيجية عمل عليها في بنغازي وأيضا في درنة وأيضا في المنطقة الجنوبية، لا أريد تكرار نفس هذا السيناريو، فلابد من استخدام جميع الإمكانيات والأدوات التي لدي، لابد أن يكون لدي تفكير خارج الصندوق، لابد أن يكون لدي نظرة مستقبلية. أريد أن نفشل هذه الاستراتيجية التي يعمل عليها خليفة حفتر باستخدام جميع الأدوات المتاحة لدي، حتى لو بدلت في قواعد اللعبة قليلا يعني عرفت بالاتجاه إلى خلال أنا عندي ثلاث مطالب عفوا رئيسية. عندي محتاج زيادة عدد طائرات الدرون لدي، أيضا محتاج دعم كامل للقوة العسكرية، كذلك وزير دفاع حقيقة. وزير الدفاع له مهام هامة جدا، سيستطيع أن يجلب دعم من الخارج لكي يعزز عمليتك العسكرية، لأن بانتصارك العسكري وسيطرتك إلى حد المنطقة الوسطى ومع توجيه ضربات لعمق خليفة حفتر أنت ستغير كثيرا في قواعد اللعبة سواء على المستوى العسكري أو المستوى السياسي. وأقول الدول التي ستراك انتصرت عسكريا وحققت سيطرة على الأرض ستتعامل معك مباشرة وستعترف بك وبقوتك العسكرية، كذلك أنت من ستحدد المسار السياسي، لأني أرى حقيقة أن هنالك مسارات سياسية ربما سيكون فيها تفاوضات لاستمرار خليفة حفتر في المشهد. نرجو أن تبقى معنا دكتور عقيد عادل عبد الكافي وكذلك الضيوف الكرام. إلى فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون ثم نعود إليكم. هاي عظيم الرابع، هاي الرابع ان شاء الله. استغرق في احتلال حي الصابري 4 سنوات لكي يسيطر عليه، ومنطقة الفندق ومنطقة شارع مختار 4 سنوات لكي يسيطر عليه. تورس أمي من المؤخرين أمي. هنا ممكن يستغرق حرب أهلية تقول 10 سنوات. ما يحصل
في ليبيا والآن خاصة في المنطقة الغربية هو جريمة متكاملة الأركان يقودها مجرم الحرب حفتر للأسف الشديد. هو أذكر نفسي والشعب الليبي حركتين إرهابيتين في ليبيا من 2011 إلى اليوم، داعش والكرم. طرابلس يعني أنا بنعاود حتى كلام الدكتور فتحي، يعني من بتحررها يعني أنت فيها 2 مليون أو أكثر، من يعني بتمشي فيها قصة درنا من جديد إرهابيين؟ هل في طرابلس هذين كلهم إرهابيين؟ يعني حكومة الوفاق اللي هي معترف بها المجتمع الدولي إرهابية، وزير الداخلية اللي معاك في العمل السياسي إرهابي، هل جميع هؤلاء كلهم إرهابيين؟ كيف تبي تخشها أنت كيف؟ حقيقة إن حفتر متجه نحو طريق، هذا الطريق يعتقد هو الخط الأخير له، ولذلك لن يستمع لا للمجتمع الدولي ولن يستمع لأي آخرين ما عدا الذين يدعمونه والذين يغدقون عليه بالأسلحة وبالدعم اللوجستي. هل تعلم كثير من السفراء اللي عندك قاعدين يصرون على توصيف الجيش الغازي هذا أنه هو الجيش الليبي وأنه في وجاي بيحرر طرابلس من الميليشيات؟ إذا كنت لا تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم فالمصيبة أعظم. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون، أعود إليك سيد علي اللافي. سيد علي، في تصريح سابق لغسان سلامة لصحيفة فرنسية ربما ذكر فيها بأن حفتر يقبل بأي تسوية سياسية مع ضمانة منصب رفيع في الحكومة، لو صح مثل هذه التصريحات، هل تظن بأن حفتر على قناعة بأنه فاشل في الحسم العسكري، أو أنه ربما عنده بعض الضمانات من المجتمع الدولي أنه لا سيكون موجود في أي تسوية قادمة؟ نعم سيد علي اللافي، معنا سيد علي اللافي، قطع الاتصال. طيب دكتور، نعم دكتور محمد اسماعيل، وجه لك هذا السؤال حول تصريح سلامة السابق في الصحيفة الفرنسية. نعم طبعا انا حقيقة وجب حسب وجهة نظري لا ثقة طبعا في تصريحات سلامة، واظن انه يجس في النبض يعني. نعم. يقول هذه التصريحات ويرجو من الطرف المقابل لحفتر أن يبادر في هذا الأمر أو يسمع وجهة نظره، ولكن والحرب الآن دائرة، الموقف واضح إلى هذه اللحظة، وحتى من المجلس الرئاسي لا تفاوض اللي هو مع خليفة حفتر. كان بالإمكان هذا الأمر أن يحدث قبل 4/4 أثناء التحضير لملتقى إغدامس، أما الآن فمن سيضمن خليفة حفتر حقيقة في أي تسوية سياسية؟ من سيضمن هذا الرجل حقيقة اللي كان يوم 4/4 يخطب اللي هو بالفتح المبين وبالعفو العظيم؟ إذا خلاصة القول أعتبر الأمر هذا مناورة فقط من غسان سلامة ولا أساس له من الصحة. نعم. طيب دكتور محمد، في الآن ربما تكررت العبارات والتصريحات من الرئاسي بأنه لا مكان لحفتر في أي تسوية سياسية ولأنه ليس شريك سياسي، وتأكد ذلك أيضا في بيانه بعد جلسة مجلس الأمن. وبرأيك هل في مثل الزيارات التي يقوم بها الآن وحضوره الجمعية اجتماع الجمعية العامة، هل يمكن أن تكون هناك أطراف، ونحن نعلم اليد الطولة للدول الداعمة لحفتر في الأمم المتحدة، هل يمكن أن يكون في نوع من التراجع من قبل المجلس الرئاسي حول مثل هذه التصريحات؟ والله هذا يعتمد على الرئاسي حقيقة. الرئاسي طبعا قبل ذهابه عقد أكثر من اجتماع تشاوري يعني لاحظناه مع النخب الليبية، مع شباب، مع
نواب مع أعضاء من مجلس الدولة، يبدو أنه يبحث عن مبادرة. أخشى ما أخشى حقيقة أن يبادر الرئاسي بأي مبادرة فتشوش على الاتفاق السياسي اللي هو يعترف بهذه الحكومة الشرعية ويعترف به العالم. يعني نعم. أتمنى حقيقة أن يتمسك بالاتفاق السياسي الموجود حاليا لإيصالنا إلى المرحلة الدائمة. أي مبادرات أخرى وأي تسويات غير مأمونة الجانب ومأمونة العواقب قد تدخلنا في مراحل انتقالية أخرى والوصول إلى ما لا يحمد عقباه حقيقة. نعم. فأتمنى من المجلس الرئاسي أن يتمسك بالاتفاق طيب دعنا السياسي نسمع الاتفاق نسمع السياسي الموجودة فيه الأجسد. نسمع تعليق السيد علي اللافي. سيد علي اللافي، ربما كانت عدة محاولات في باليرمو في أبو ظبي لتجاوز الاتفاق السياسي باتفاقات ثنائية بين السراج وحفتر، و انتهت هذه الاتفاقات بمحاولة أو بعدوان خليفة حفتر على العاصمة. هل برأيك هل ترى يمكن أن تتكرر مثل هذه المحاولات والعودة من جديد لمبادرات جديدة تدخلنا في مرحلة انتقالية جديدة؟ نعم سيد علي اللافي، انقطع الاتصال أيضا. طيب إذا هناك خلل من المصدر. عقيد عادل عبد الكافي، يعني نعم سيد علي معي علي اللافي. طيب نعم. عذرا ربما سبب الانقطاع من المصدر سيد علي، استمعت إلى السؤال سيد علي اللافي. نعم. شو ما هو ثابت الآن أن التطورات الإقليمية تؤثر في الموضوع الليبي، لأن الذين المدينين نجحوا بين سنتي 2012 و2014 في إرسال تجربة انتقال ديمقراطي، عندما وقع الصراع الخليجي انعكس ذلك على المدينين، وبالتالي ما يحدث هو أن الأطراف الإقليمية الطامعة في ثروات ليبيا والخادمة عند قوى دولية والمشتغلة عند قوى دولية هي التي تربك الأوضاع. وبالتالي عندما انطلقت الأزمة في الجزائر في بداية السنة الحالية ذهب حفتر إلى الجنوب، وعندما استقر بوتفليقة يوم 1 أبريل يوم 4 أبريل هجم على العاصمة رغم اتفاق أبو ظبي 2. الآن الأوضاع في مصر ستؤثر أيضا على الحال، لكن السيد السراج لا يريد استثمار، أو الفريق المحيط السراج لا يريد استثمار المعركة سياسيا ويبحث عن اتفاقات، لأن الاتفاق السياسي واضح وصريح. اتفاق الصخيرات يمثل على اجسام معينه ولا حل معين، وبالتالي فالمبعوث الاممي الان نرجو ان يكون قد تحول الى نسخه ثانيه محايده بين كل الاطراف داعيه الى اتفاق سياسي بعد ان قبل الحل العسكري. الحل العسكري الان اصبح من الماضي ولم يعد مجديا، ولكن هناك إشكال أيضا في المنطقة الغربية باعتبار أن الذين يتصدون لحفتر يريدون استثمار ذلك سياسيا، والسيد الفراج يظهر أنه يتبنى منطق عدم الحسم. وبالتالي فدعوة المجلس الأعلى للدولة باستثمار اللقاء الأممي وهذه الظروف الإقليمية بأن يعلن عن أسماء الدول الداعمة وعن الاعتداء وأن يسمي الأشياء بمسمياتها، لأنه في الحقيقة هو أن مرحلة السيد السراج ومرحلة السيد حفتر عوض أن يتفق على الموضوع، يجب أن يعي هذين الرجلين وأن فترتهما ومرحلتهما قد انتهت، وأنه يجب أن تبدأ مرحلة الحكومة الوحدة الوطنية وتوحيد المؤسسات السيادية الليبية بناء على الاتفاق السياسي، وخوض مفاوضات سواء في ألمانيا أو في المغرب من جديد هي اللي تمكين المسار الديمقراطي وارجاع الاشياء الى اصولها باعتبار ان الليبيين اتفقوا. وهنا يجب على المبعوث الاممي الوعي بان لا يكرر منطق انتم تتفقوا نعم ولكن ايضا المجتمع الدولي يجب ان يتفق. اذا اتفق الليبيون انتهى دور الرعاه. نعم. لان هي اصلا بعثه امميه للدعم وليس للتدخل في شؤون ليبيا او اداره الاوضاع في ليبيا او اداره القضايا الاستراتيجية كالمسألة العسكرية والمسألة الأمنية. ثم بالنسبة لتوحيد المؤسسة العسكرية، كيف يمكن لدولة
قام الوضع فيها على انقلاب عسكري أن ترعى توحيد مؤسسة عسكرية لبلد يبحث عن انتقال ديمقراطي في ثورة على نظام جاء إثر الكلاس في 61 لا يمكن هذا أصلا. توحيد المؤسسة العسكرية يجب أن يتم في ليبيا، ليس هناك طرف ليبي ضد بلا جيش واحد، ولكن من هو هذا الجيش ومن يقوده؟ هل يمكن أن يقوده أسير حرب؟ لا يمكن أصلا. نعم سيد علي، سيد علي. طيب دكتور محمد إسماعيل، الآن ربما هناك أيضا أطراف أخرى ربما مساعدة لمجرم الحرب حفتر في ليبيا، وهي بعض القبائل وخاصة في محيط مدينة طرابلس. يعني برأيك ما هي الأدوات التي تمتلكها حكومة الوفاق اليوم من شأنها فك ارتباط مثل هذه القبائل بمنظومة العسكر وقطع الطريق أمام أي تحالفات قادمة؟ طبعا دخول خليفة حفتر واللي معروف وعماد قوته في المنطقة الغربية اللي هم أتباع النظام السابق، يعني الكثير حتى من قيادات النظام السابق العسكرية هم انضموا لخليفة حفتر. البعض يرى في المناطق اللي جنوب طرابلس وما حولها أن ربما المجلس الرئاسي لم يحتويها، هذا رأي طبعا يقال هنا، ولم يوفر، وهو مبرر طبعا غير منطقي حقيقة. فكل الليبيين يعانوا من مشاكل المركزية ومن مشاكل سوء الخدمات. كلامك الآن أخي الكريم عن سياسة الاحتواء وما إلى ذلك، فكيف هذه طبعا المناطق اعتدت على الحكومة الشرعية، ربما أكثر أمر يستطيع الرئاسي أن يخاطب هذه المناطق بأكملها وفيها سكان مدنيين كثيرين يريدون الحياة الكريمة، وبالتأكيد يرفضوا الاستبداد، وأن الورطة الحالية اللي أوقعوا فيها مناطقهم بسبب شخصيات طامعة طبعا في الحكم أو انضمت إلى المشروع الاستبدادي، ربما تكون عن طريق الجانب الاجتماعي ومد جسور التواصل وضمانات اللي هو بالحياة الكريمة لمثل هذه المدن فقط حقيقة. ولكن للأسف اللي يقود مثل هذه المدن هي أشخاص معينين، أفراد بتلك القوة وبتلك السلاح، وتحالفوا مع هذا المجرم واستطاعوا جلب قواته. وشاهدنا بعضهم يعني في خطاب من نظن أنه من الحكماء يعني ومن المشايخ اللي صدرون، أن كيف بالألفاظ النابية كيف تعدي على المفتي البلاد وكيف يحرض على القتال وكيف يطلب من أبناء مدينة القادر على حمل السلاح أن يقاتل. بالتأكيد في هذه المناطق الكثير من العقلاء اللي يرفضوا مثل هذا الخطاب، هؤلاء العقلاء لا بد يمد معهم الرئاسي أو المجالس الاجتماعية جسور التواصل من جديد، وأنهم وقعوا في خطأ كثير بأذاهم للعاصمة وحصارهم للعاصمة وعدوانهم على العاصمة. ربما هذه الحلول الموجودة والتي أجبت فيها عن سؤالك فقط. نعم دكتور محمد، لكن يبقى أن هناك أيضا الاكتفاء في من الناحية العسكرية بصد فقط الهجمات دون أن تكون ربما محاولات عسكرية شاملة كفتح المحاور بكاملها، قد تخفف أيضا وتبعد هذه العصابات من طرابلس وقد ترجعها إلى أماكنها. نعم، وهذا طبعا شأن عسكري صرف، يعني حقيقة يتبع للأوامر العسكرية، يتبع لما هو موجود في هذه المنطقة. الآن الحرب الحالية هي عكس حرب التحرير في 2011، هي الآن في حكومة عندها شرعية دولية، هو فقط سيد دكتور محمد، حتى أحدد سؤالي اقتناص من كلام السيد علي اللافي، ربما هناك من المحيطين بالسيد فايز السراج أيضا لا يريد الحسم العسكري، هذا ربما قد يقال أيضا. والله أنت أخي الكريم تذهب الكلام اللي ناقش عدم الحسم، وهذا طبعا يخلي الناس ديما تناقش بمنطق المستفيد، تقول من المستفيد من عدم الحسم،
وهنا ندخل في التخمينات. فيقولون فلان في الجهة الفلانية لا يريد أن يحسم لأنه يخشى الما بعد، والما بعد اللي هو الفرقاء الآن اللي وحدهم عدو واحد اللي هو خليفة حفتر، فربما الدور الجاي يكون عليه. هذا رأي مطروح. كذلك الجهة الفلانية أو ما إلى ذلك الآن في صفة في صف معين، لو انتهت الحرب وانتصر المدافعون عن العاصمة ربما يكون الدور القادم عليهم. هذه تخمينات تقال، لكن حقيقة الأمر يتحمل اللي هو رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى المناطق العسكرية الثلاثة، هم اللي يعرفوا مجريات الأمور، هم اللي يعالجوا الآن بعد ستة أشهر أسباب عدم الحسم. هل القوات لا تكفي؟ هل الأسلحة لا تكفي؟ هكذا يكون اللي هو الكلام المنطقي. أين اللي هو الضعف تحديدا؟ يعني ليش بعد ستة أشهر هذا الأمر؟ هكذا يكون النقاش. أما التخمينات السياسية الأخرى فستكون أخي الكريم كما قلت لك، نقول من المستفيد من عدم الحسم، وربما يكون هذا غير منطقي حقيقة. نعم، إذن نحاول الاتصال بالعقيد عادل عبد الكافي، ويبدو هناك مشكلة في من المصدر لك. أعود إليك سيد علي اللافي. سيد علي، ربما بنظرة كلية للمنطقة العربية نجد أن تجربة تونس لا زالت متقدمة في ثورتها، في نفس الوقت ربما قد لا تخلو أيضا من تدخلات أجنبية. كيف تفسر هذا الوضع مقارنة بالوضع الليبي؟ طبعا هو الذين ساءهم مسارات الانتقال الديمقراطي فيما بين 2012 و2014 في ليبيا وتونس وحتى مصر قبل الانقلاب، هي دول خليجية تخشى أن تنتقل إليها عدوى المسارات الديمقراطية بين ظفرين، وبالتالي حاولت إرباك المسارات. والدليل أن المسار في ليبيا أو في تونس وقع إرباكه ومحاولة احتواء بعد الصراع الخليجي بين محورين خليجيين في سنة 2014. وبالتالي التجربة التونسية لم تسكت فيها الثورة المضادة، ولكنها كانت دائما تمنى بالفشل. ومعناها الشعب التونسي شعب يضمر ذكاءه ويضمر نيته في الدفاع عن ثورته. وأيضا التيار نعم سيد علي اللافي، انقطع الاتصال إذن. طيب دكتور محمد اسماعيل، يعني الآن عندما يشاهد الجمهور الليبي التجربة التونسية وهذه هذا الانتقال السلس للسلطة، ألا يكون في ذلك واعز ودافع لهم بحيث أن يحافظوا على المسار السلمي والدولة المدنية؟ نعم، هذا الذي ينبغي أن يكون. لكن حقيقة لنكن صريحين هنا أن الحالة الليبية تختلف عن الحالة التونسية، وأن حقيقة نحن في ليبيا عدونا الحقيقي الجهل، وأن الإعلام بعد 2011 اللي وساهم في تجهيل الناس بدل من تنويرهم. يعني كثير من كمية المعلومات المضللة بنى عليها الكثير من الليبيين ما يقال، كثير أكاذيب شحنوا الليبيين على بعضهم البعض، زادت كمية البغض والحقد، بعكس طبعا المجتمع التونسي واللي فيه قدر لا بأس به طبعا من التعليم، وخصوصا المؤسسات قائمة في هذا الأمر، وأن الناس تخاف على بلادها. وهذا طبعا ملاحظ حتى في ليبيا في الأماكن الأكثر تعليما أو أكثر تمد، من أقول تمدنا وما إلى ذلك، استوعبت هذا الأمر ولم تنجر حقيقة وراء المشروع الاستبدادي، وعت بمثل هذه الأمور. فمقارنة أن الليبيين يأخذوا ويتعظوا بتونس ربما يتعلموا، ولكن أقول أن الأمر يحتاج لازال إلى الكثير من الوقت ليتعظوا. هذا ما فهمناه يعني من 8 سنوات الماضية يعني. نعم، نشكرك دكتور محمد اسماعيل الباحث والأستاذ الأكاديمي، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة في هذه التغطية. كذلك نشكر السيد علي اللافي الصحفي التونسي والمهتم بالشأن الليبي، وأيضا العقيد عادل عبد الكافي الخبير والخبير العسكري والاستراتيجي. أيضا نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكر أيضا الإخوة المتابعين والمشاهدين على طيب المتابعة، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.